اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم تأملات انسانيه. ما زلنا في الموسم الثاني من برنامج تأملات انسانيه بعنوان المرأه المصريه، وبنركز على بعض القضايا اللي بتشغل رأي وبتشغل فكر المرأة المصرية. وطبعا احنا في الظروف اللي احنا فيها دي ما نقدرش ما نبدأش برنامجنا برسالة طمأنة للجمهور وبرسالة طمأنة للشعب المصري وبتحية كبيرة للحكومة المصرية وعلى الإجراءات اللي هي اتخذتها لمواجهة الأزمة الكبيرة اللي بتمر بيها بلدنا، لا وبيمر بيها العالم كله كمان. احنا حضارة 7000 سنة، احنا عمرنا ما كنا عالم ثالث، لا احنا اللي بدعنا الحياة، واحنا اللي بدأنا نزرع أرضنا من 7000 سنة، واحنا اللي تقدمنا في علوم التعامل مع الجسد البشري، واحنا اللي تطورنا في الطب من أيام الفراعنة لدرجة ان احنا تعاملنا مع الجسد البشري حتى بعد انتهاء الحياة. يعني المصريين القدماء هم اللي برعوا في علوم التحنيط وبدأوا يتعاملوا مع الجسد البشري حتى بعد الوفاة. فاحنا عايزين نرسل رسالة طمأنة للمشاهدين في البيوت ونأكد عليهم، يعني خليك في بيتك، عايزين نتجاوز الأزمة دي. كل واحد يتبع إرشادات الدولة اللي بتقدمها، وإن شاء الله إن شاء الله أزمة وتعدي. الشعب المصري معدنه بيظهر في الأزمات، زي ما كلنا فاكرين أيام النكسة لما الشعب كله تكاتف ووقف ورا القيادة السياسية لغاية ما عبرنا وعدينا وحققنا نصر أكتوبر العظيم اللي يعتبر مستحيل او كان الناس بتعتبره حلم. فان احنا نعبر الازمه ده ان شاء الله، ان شاء الله هنعبر الازمه وبتكاتف الجهود، وبان احنا ما نستهزئش بالازمه وبالمحنه اللي احنا فيها. احنا في موضوع صعب بس ان شاء الله هنتجاوزه وهنعديه. احنا معانا ضيفه النهارده عزيزه جدا على قلوبنا، هي كاتبه ومفسره احلام، وكان ليها كتاب روحنا كلنا حضرنا حفل التوقيع بتاع كتابها في معرض الكتاب اللي فات معبد رواياها. ويعني هي مفسرة أحلام وزميلة لينا نائب رئيس التحرير في البرنامج، وإحنا صراحة كنا نسقنا ووعدناها أنها تكون معانا في حلقة، وده شرف لينا وإحنا سعداء جدا بوجود الزميلة العزيزة ثويبة صابر معانا في البرنامج النهاردة كضيفة للحلقة. أهلا وسهلا بك يا ثويبة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد، أنا سعيدة جدا أني موجودة معاكم النهاردة بعد ما كنت انا ببقى جوه في الكنترول، بس بقيت دلوقتي وسطيكم كمان هنا. شكرا ليكم ان اتحتوا لي فرصه ان انا اقدر اكون موجوده هنا في البرنامج واعرض وجهه نظري واعرض اللي موجود عن فكرتي عن تفسير الاحلام. ان شاء الله تكون حلقه موفقه باذن الله. ويمكن كان وسام عندك تعليق او الاستاذه سويبه زميلتنا الجميله الاستاذه سويبه صبحي صابر، هنتوقف عند اسم سويبه. سويبه اسمها يعني الثواب الصغير قوي، ثواب قد كده. سويبة كتبت كتاب جميل جدا اسمه معبد رواياها. رؤياها دي كلمة إيرانية معناها الحلم أو الرؤية، وسويبة كتبت الكتاب ده في 17 يوم فقط. 17 يوم، يعني سويبة المرأة الحديدية. أنا كتبت الكتاب بتاعي في شهرين ونص، دخلت على 3 شهور وكانوا بيقولوا عليا سوبر وومن. فسويبة أنا مش عارفة أقول إيه، سويبة حافظة للقرآن الكريم وتخرجت من كلية العظماء، كلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا بك يا سويبة، منورانا جدا. سويبة غيرت وجهة نظرنا في الأحلام. أنا لما قريت الكتاب بجد أنا مبهورة جدا، هي جمعت بين الكتاب والسنة، وجمعت كمان بين يعني علماء النفس، جابت أبحاث من علم النفس وجمعت بالقرآن والسنة. فطبعا هي أقنعتني جدا وغيرت بجد بجد وجهة نظري عن يعني إيه حلم، ويعني ايه نقدر نفسر التفسير المظبوط من غير ما ننزعج ولا اي حاجه. اهلا بيكي مره اخرى ونورتينا، وان شاء الله هنتمتع معاكي بالحوار عن الاحلام اللي هي وده كان مدخل الحلقه. موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن الاحلام بشكل عام وعن احلام المراه المصريه في الايام دي. كل ست خايفه على اولادها وقافله عليهم، فاحنا عايزين كمان احنا نوصي الابناء ان هم يخافوا على مامتهم ويحافظوا على نفسهم. ما تقولش طب انا نازل واقف جنب العماره، لا طب انا هنزل ابص على اصحابي، هنروح نتجمع على واحد ساعدنا نلعب بلاي ستيشن، كلام من ده. لا، يعني تهديتك لمامتك ان انت تخلي بالك من نفسك وتحافظ على نفسك في الايام دي. وهيكون موضوع حلقتنا النهارده عن الاحلام. تقولي عن الاحلام يا دينا؟ برحب جميع المشاهدين، ثانيا برحب بزمايلي. اهلا يا سويبه، اهلا يا وسام، اهلا يا محمد، يعني اهلا يا نبيله. نبيله قاعده جنبي رحبتها من بدري.
وطبعا بعزي جميع أسر شهداء، أنا بعتبرهم شهداء الحادث الأليم، حادث الدائري، وأيضا بعزي أسر جميع المتوفين ناتج أثار فيروس كورونا. ربنا يا رب يصبرهم جميعا. وطبعا هبتدي سؤالي لسوايبة. أهلا يا سوايبة مرة تانية، منورتينا. وعايزة أسألك عن حاجات كده، كلنا دلوقتي بنصحى بنحلم بحاجات كتيرة جدا، منها إن إحنا بنتردد علينا زي رموز شائعة، وكتير مننا بنشوفها زي بنشوفها حاجات عادية، زي إن إحنا بنحلم باللون الأبيض كتير، اللون الأحمر، الحذاء، الحاجات اللي هي الشائعة دي. عايزاكي تكلميني عن إزاي تأثيرها على الإنسان، وفي نفس الوقت تفسيرها بالظبط، أو تأثيرها على الإنسان كمان. يعني مثلا اللون الأبيض بيقولوا إن هو بيرمز للموت، اللون الأسود مثلا بيرمز حاجة تانية، فعايزاكي تكلميني عن الموضوع ده. قبل ما تجاوب بس ارحب كمان بزميلتي نبيله طبعا في الاستوديو وكل الزملاء الموجودين بالاستوديو، وادي فرصه لسويبه تفضلي رد. مبدئيا السؤال بتاعك جميل جدا وعجبني ولطيف، لانه ليه تاثير على ناس كتيره. ناس كتيره بيجي لها انطباع ان انا شفت الابيض زي ما انت بتقولي موت، واحيانا بيجي يقول لك لا معناها خير او حاجه جايه جديده. لكن مع الاسف ان الالوان في العموم ملهاش معنى منفصله لوحدها على حسب سياق الحلم. طيب الحاجات المتاثره او اللي احنا بنتكلم فيها التانية او ليها معنى واضح او بتبقى مأثرة فعلا ليها تأثير، زي الحذاء، زي الفستان، ده لما تكون بنت عزباء ليها معنى، لما تكون متزوجة ليها معنى، أرملة ليها معنى آخر تاني. بيختلف الرمز الواحد من موقف للتاني ومن حلم للتاني. اي نعم ان تأثيرك كمجتمع مصري عندنا خلفية ان مثلا واحدة هتشوف حاجة معينة هتبدأ شافت حذاء او شافت حاجة شكل ما تقوم مبسوطة، تقوم يعني عندها فرح، متأثرة بالحاجة دي ومتفائلة بيها. في نفس الناحية التانية هتشوف الأبيض هتقوم متشائمة، زعلانة، خايفة، على حسب إحساسها يعني. بالظبط كده، هو بيأثر على اليوم كله، يعني بيأثر على نفسيتها كله بالزبط. بيأثر على نفسيتها. بس ده هنقول في الأول والآخر حاجة، إن إحنا لازم مش كل حاجة مشاعة أو زي ما إحنا متأثرين بيها في مجتمعنا زي ما نقول الكفن، لان الابيض خلي بالك لو اتحط في سياق طيب حسب السياق هتبقى معناها فرح، ممكن معناها بشاره خير، معناها ان الله سيزيل غم عنها او عن الحالم في حد ذاته، لكن لا يعني في ذاته موت. طب سهيبه، حسب الـ يعني اللون مثلا الابيض ناس كتيره اتكلمت عنه زي الفستان الابيض، في ناس بتقول ان ده ممكن يبقى موت، في ناس بتقول ان ده ممكن عمر طويل، فعايزين نعرف مثلا اشمعنى الفستان الابيض بالذات بيرمز للموت. ويمكن ابن سيرين كان ليه فلسفه في ان هو كان بيأول الحلم حسب طبيعه كل شخص وحياته ومعرفته السابقه بيه، صح كده سويبه ولا ايه؟ طيب مبدئيا هو ابن سيرين لم يكن له كتاب. ماشي، ابن سيرين لم يكتب كتاب كان بيفسر الاحلام بالحلم كامل، ولم يفسر الرمز منفصل. شائعه بوجود كتاب لابن سيرين غير صحيحه. الكتاب المتداول المتناقل لينا هو كتاب لعبد السلام عبد الملك، عبد الملك النيسابوري، هو امام شافعي، هو اللي كتب الكتاب ده، ونصب بعد ذلك مع حركات الترجمة وتناقلات الكتب وقضية الانتحال اللي حصلت تناقل الكتاب وتحط تحت اسم ابن سيرين. ده مبدئيا. ثانيا مسألة الفستان، لا هو عمره طويل أو غيره، الفستان في حد ذاته لو واحدة حامل بتبقى بنت، حملها في بنت، لو واحدة متزوجة يبقى زوج ليها، عزباء يعني بيبقى زوج ليها، وهكذا بتختلف المعنى. لكن مش معناه موت خالص. تانية ولا لا ده هو كده ساعتها يبقى كفن بقى، ده كده يبقى كفن. هي بتتكلم للسيدات دلوقتي. احنا هما بنتكلم اصلا عن عالم الاحلام دي طبعا، والرؤيه ده عالم واسع جدا وفي منتقدات كتير حسب الحلم او حسب الرؤيه اللي احنا بنشوفها. بس في حاجات شدتني قوي يا سويبه، اللي هي ايه؟ حلم عن رؤيه النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا ترى رؤيه النبي عليه افضل الصلاه والسلام سواء للعزباء او المطلقه او الارمله او السيده بمعنى اصح او الحامل، وكمان رؤيه النبي عليه افضل الصلاه والسلام للي هو ايه رؤيه ان انا اشوفه على هيئه نور، او ان هو بيتكلم معايا، او ان هو مبتسم. تمام، طبعا في دلائل على كده. تمام، زي حديث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني قال ايه فان الشيطان لا يتمثل بي. فدي عايزين نعرف هل فعلا بتاع ده رؤيه النبي عليه افضل الصلاه والسلام بتكون رؤيه حق، ولا ان هو بيبقى حديث نفسي او يعني تخيلات للشخص نفسه ان هو فعلا شاف النبي او كده.
حلو جدا السؤال ده، بيهم ناس كتيره وخصوصا ظهر في الفتره الاخيره الناس قالت انا شفت والله الرسول صلى الله عليه وسلم جاي. مبدئيا لازم الشخص يكون اقل شيء نايم على طهاره، يعني طاهر متوضئ اقل شيء، وده الاساسي يعني ده حاجه مبدئيا. تمام. ثانيا شروط رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجيش ضوء او بيجيش نور، لا يجي لك ضوء او يجي لك نور تعرف على طول ان ده حديث نفس او تخيل. طيب باقي السياق بيحدده لي اذا كان تخيل من الشيطان او لا. طب هنرجع للسؤال الاولاني حضرتك لسه قايله ان الشيطان لا يتمثل بصورتي، يعني مش هيجي في الهيئه الذي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. يعني انا دلوقتي اللي هيجي لي لو جالي رسول في منام حق او رؤيه حق هيجي لي بشكل عيونه بشكل وشه بقامته بطوله بكل تفاصيله شكله الواقعي بالظبط كده. لكن من اتى في غير ذلك قال لك ايه هو بيلبس ملابس الجاهليه، هل انت كنت في الجاهليه عشان تحكم على الامر ده؟ لا طبعا، كان طويل كان يعني كذا وكذا. يعني دي تخيلات من العقل الباطن بالظبط كده. ممكن تكون اشتياق ورغبه ان انا اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، رغبه واشتياق عند كل الناس، فطبيعي انا ببقى عندي ضيق او عندي حاجه وبتمنى او دعيت قبل نومي او كنت بفكر في الامر ده. استاذه سهيبه معلش فضل. لو يعني لو شفنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل بنصحى من النوم فاكرين الصوره اللي شفناها بالحلم فيها ولا لا؟ الرؤى يعني بشكل خاص بتقومي فاكره تفاصيلها كامله اللي ربنا اراد ان يرسلك بها رساله، ما بالك بقى رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم بتفتكري كل تفاصيله كما كان عليها. حتى لما يجي حد يسالني عن تفسير حلم بقول له اوصف لي الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان عليه، فبتفتكر بكل التفصيله لانه هيجي لك اما بشير او نذير. فالرساله لا يمكن تقومي منها نسيها. سبحان الله. ايه هنرجع بقى طبعا للحاله النفسيه والازمه اللي بيعيشها العالم كله في وقت واحد وهي ازمه كورونا. طبعا الازمه دي مخليه الناس كتير بتنام وبتصحى على الوهم وعلى الكورونا، خايفه اموت، بيحلم الراجل بيحلم والست بتحلم والاطفال بتحلم. فاحنا عايزين هنا نعرف هل بتختلف الفئه العمريه ما بين واحد بيحلم طفل ورجل ومراه، وهل الحاله النفسيه هتاثر فعلا على احلامنا وطموحاتنا في الوقت ده والوقت الجاي ان شاء الله؟ اكيد طبعا بتفرق كتير. الشخص احيانا الناس بتعتقد ان صغر سن او الطفل في حد ذاته رؤيته صادقه، مع ان لسه مش مستوعب او هو حتى مش محاسب ولسه يعني يعتبر ما تحاسبش بحاجه عشان خاطر ربنا سبحانه بعت له رساله يقول لك انا ابني رؤيته صادقه اصل مالوش حاجه. طب مش هيوصل له رساله، هو كله تاثره بالالعاب وتاثره بده تاثره بالافلام اللي بيشوفها. لما يشوف لك حاجه اما تخوف اما ادغاص احلام او من الهلوسه اللي حواليه، ما فيش طفل يشوف رؤيه. الام والاب فكره ان زي ما حضرتك لسه بتقولي موضوع كورونا مأثر على ناس كتيرة تأثير سلبي، فتلاقي أغلب الناس ما بين أضغاص أحلام وتلعب الشيطان في الفترة اللي احنا فيها. طب أيهما أصدق الرجل أم المرأة في الحلم في العام بقى في أيام كورونا وأيام غير كورونا؟ لا الستات ما بتجيبوش، الستات ما بتجيبوش أبدا. عايزين نعرف بجد أيهما أصدق الرجل أم المرأة؟ لا ده سؤال مهم. خلوني اجيب بصدق شويه. في عنصريه في الموضوع. ان الرجل اصدق في رؤيه عن واو الرجل اصدق. واو بجد بجد الرجاله هيحبوكي دلوقتي. افضل في رؤيه عن المرأة. تحيه للاستاذه سويدة. يعني شوفوا قاعد في وسط اربع بنات يعني المفروض يتحيزوا. لا بجد راي الحق. على فكره الرجاله بيحلموا اقل من الستات. انا متاكد. يعني انا مثلا جوزي قليل قوي لو جه حكى لي على حلم انا نادرا كل 20 سنه مره. كل حلم مساله مش مساله مش مساله ان هو لا مش مساله ان هو بيشوفش احلام كتير. في رجاله بتشوف احلام كتير وبيفرغ عقلها الباطن من الضغوط بتاعت طول اليوم. لكن في حاجه مهمه، الراجل بطبيعته ما بيبصش التفاصيل زي الست. الراجل يعني انا اسفه على الكلمه، الراجل بينقى عن التفاصيل. خلينا نقول تفاصيل بدل تفاهه بدل قلت تفاهه بالتفاصيل الممله. بيتاثر بيبص الراجل على اكتر حاجه رؤيه. لا بيركز الحاجات اللي بتبقى فعلا شايفها رؤيه او غريبه بعيدا عن ان هو حديث نفسه عن اليوم مر في يومه او اضغاص احلام او اضغاص احلام او هلوسه. أنا بيبدا اقدر افرق ازاي يا استاذه سويبه بين ان ده حلم او ده كابوس اضغاص احلام رؤيه حديث نفس؟ اقدر افرق ازاي بين الحيثيات او الكيفيات دي؟ طيب مبدئيا هتبص زي ما قلت حضرتك من شويه، اذا كنت انت نايم على وضوء او في حال الطهاره طاهر كامله ما عندكش اي مشكله تبدا تعرف من هنا اولا ممكن نشوفه بعد كده ممكن يخش في حيز الرؤيه او لا. ده اول نقطه. تاني حاجه السياق الحلم ده في حاجه كانت منها سواء كان في يومك قبليها بيوم او في الفتره دي كانت شغلاك او في دي انت كنت حالتك النفسيه عامله قبليها ايه متوتر غيره ده هيأثر. لو لقيت نسبه التوتر النفسي او حاجات اللي شغلاك في الفتره دي هتعرف ان هيخش ما بين ايه هيبعد عن قصه رؤيه وهيخش ما بين حديث نفس واضغاص احلام. طب قدر التخوف قدر الفزع في الحلم او في المنام على قد ما هتقوم فازع او زي مثلا يقول لك انا وقعت سنه، لو وقعت سنه او اتنين دي رؤيه مثلا.
لكن انا شايف دروسي كلها واسناني واقف قدام مرايه، اول ما تشوف ان انت واقف قدام مرايه وحاجه وقعت كتير تعرف ان ده حلم من الشيطان، تخاف من التعبير. المرايه في الحلم ايه يا استاذه سويبه؟ سوري بالمناسبه يعني. بالمناسبه دي ان الحلم المرايه في حد ذاتها رياء وغرور. لكن في الحلم لما يعني تحصل زي ما ايه حسب الموقف، لا بيحصل جمع ما بين الرمز الفزع ويجي لك فيها مرايه، او ان هو موضوع بيبقى بشكله مفزع تعرف ان على طول تلعب من الشيطان. طب الحلم سياقه مش مفزع بس هو اثر على نفسيتك وامك مغموم، تعرف ادغاص احلام مش رؤيه. طب والاحلام بتاعته بتتحقق بالظبط؟ يعني ممكن حد يحلم حلم ويصحى يلاقي الحلم اتحقق بالظبط زي ما هو حلمه، نقدر نقول عليه ايه ده؟ نقول بركاتك يا شيخ. ايوه هو ده اللي شائع يا استاذ محمد زي ما حضرتك قلت دلوقتي. ان هو ده شيخه بركاته او واصل. لا بالعكس، هتلاقي اغلب الناس دي او نقدر نقول 75% منهم ما فيش صله قويه مع الله سبحانه وتعالى. دي مشكله الله. انما هيطلع ايه بقى؟ اخبار من الشيطان ام من الجن؟ المساله ان انا دلوقتي لا ما ينفعش فزع عادي، ما احنا لينا قرين من الجن سبحان الله. الفكره في حاجه، يعني انا مثلا ساعات بحلم اني مثلا مرات اخويا او حد من قرايبي بالذات يعني اخواتي اكتر ان هو حامل يعني، فبقول لهم كمان ممكن الاسم كمان. دي بتبقى عباره عن ايه؟ طيب تمام، مبدئيا هرجع برضك لتكمله السؤال يعني يبقى يكمل يرد على سؤال حضرتك. اخبار من الجن ان هو حاجه خلاص الله سبحانه وتعالى انزلها من الملأ الاعلى لسماء الدنيا، موضوع الحمل وخلاص بقى في رحمها، بقى في الرحم بتاعها. تمام، فنبدا ان احنا يحصل ايه؟ بيحصل نوبي يقول لك حاجه حاصله بالفعل، هي غايبه عننا احنا كشخص، غايبه عن سويبه، غايبه عن استاذ محمد، عن استاذ وسام، لكن الحمل حصل فعلا، شيطان او الجن عرفوا خلاص، مش حاجه غريبه او مش حاجه مبهمه بالنسبه له. طب حاجه هتحصل تاني يوم، الرسالة من أن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنت أن فلان تاني حامل، أو يعني الرسالة من كده تمييز أن هي مش رسالة، مش بشرة وإنذار من الله سبحانه وتعالى، مش رسائل من الله. ثانيا الحاجة قريبة واضحة، لأن الرؤية خلي بالكم ما بتبقاش واضحة وضوح الشمس مش بنفس التفاصيل، الرؤية جزء 41 جزء من النبوءة، من النبأ مش النبوءة اللي هي التانية. تمام، فكرة أن هي بتبقى مبهمة جاية مفصلة يعني على أجزاء، ما بيجيش جملة واحدة، ما بيجيش في نفس اليوم تحصل. تعرف الإخبار إزاي من الرؤية؟ الاخبار بيحصل ما بين تاني يوم لحد معاك 10 ايام يحصل كده، تعرف ان ده اخبار حاجه من الشيطان عشان يفتنك ويحسك ان انت تايه. اوكي، طيب الرؤيه بتحصل بعدها فتره طويله وتبدا تتجزأ تجي لك اجزاء، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ الرؤيه 41 جزء من النبوء، او في روايه اخرى 46 جزء من النبوء. طب ده الجزء. استاذه سهيبه كنت عايزه اسالك على حاجه دلوقتي، تكرار الحلم بس بطرق مختلفه، دي اول حاجه. تاني حاجه، لو حد حلم لي هل التأثير عليا زي ما أنا أحلم لنفسي حتى لو حلم متشابه؟ بمعنى إيه حلم متشابه؟ يعني لو حد حلم مكرر حلم ليا، تمام، فأنا أفسره ليا إزاي؟ هل ده زي ما أنا أحلم لنفسي؟ طيب تمام، مبدئيا الجزء الأول تكرار الحلم، تكرار الحلم بيخليه يخرج عن سياق إنه رؤية، تكراره بنفس تفاصيله بيخرج عن كون إنه رؤية. في حاجه بيبقى في العقل الباطن، في حاجه يعني انا سميتها بتعريف المتلازمه النفسيه للاحلام، يعني حاجه بتبقى تخوفك ان انت وانت صغير كان بيفضل معاك وانت صغير لحد ما تكبر، هو ده اللي حضرتك كنت تقصدي عليه تقريبا. تمام، بيبدا يتكرر كل ما هتخش في حاله نفسيه او ضغط او حتى توتر او انشغال هتلاقي الحلم بيتكرر بكل تفاصيله. طيب ده بالنسبه لده. طب واحد تاني حلم لي تفاصيل، انا شفت مثلا دلوقتي انا رايح راكب عربيه وخارج واشتريت فستان او عملت كذا، واحد زميلي او واحده زميلتي شافت لي نفسي تفاصيل مقاربه مش نفسها، تمام، دي زي دي حضرتك هتفرق على نفسي. لو انا في ضغوط او في ما يشبه ذلك هيحصل ايه؟ هيحصل ان الحلم هيبقى مختلف، ممكن يبقى يدخل بحديث نفسي او رؤيه. طب وغيري لو قريب مني هيدخل هنا في حته التخاطر، مش التخاطر اللي انا بغمض عيني وبفكر، هو ده بقى التخاطر. أيوة ان الله سبحانه وتعالى بيبعت الرساله للمقرب، ده بقى انا بفسرها او بقولها ربنا سبحانه بيبعت لي رساله ليا، تبقى ليها معنى واضح، ودي بتبقى اصدق رؤيه عن نفسي كمان، لانه اكيد مش هيفسر او بيجي له حديث نفسي، باصدق عن نفسي. وبعدين ما بيفكرش فيا كتير زي ما انا بفكر في نفسي يعني. بالظبط كده. طب لو شفنا المتوفي، لو واحد ابوه او امه متوفي، ايوه دي كتير قوي، ابويا جاني بالظبط كده، ان احنا شفناهم في الحلم او هم ادونا حاجه او خدنا منهم حاجه، او الغريب او الغريب يا نبيله برضه. يعني انا بقرا، بصي حصل لي حاجه برضو من ضمن الاحلام دي، ان ابويا الله يرحمه جالي واداني قوشتين دهب، وبعد شويه اداني خاتم. أيوة، فقلت له الخاتم ده رجالي، فضحك وسابني ومشي. ده تفسيره برضو، عايز اعرفه ايه؟ طيب تمام، مبدئيا الغوايش كانت على حسب رؤيه حضرتك كده ان هي بنتين، والخاتم يعني تلاهم ولد. يعني ده مش وحش في الحلم زي ما بيقولوا في الشائع، هو وحش
بس في رموز معينه تستثنى منه وتعتبر هي كده مميز او بيخليه ان هو كويس. وانت عندك فعلا بنتين وبنتين وولد حقيقي ما شاء الله. تمام دي حاجه. ثانيه نتكلم بقى في النقطه اللي استاذه نبيله اتكلمت عليها موضوع رؤيه الميت. رؤيه الميت ما يجيلكش رؤيه حق الا اذا كان عايز يقضي دين، اذا كان عايز صدقه او حاجه ليه وهو متضرر، لان الانسان في العموم بمجرد موته انقطع عمله عن الدنيا. طب مين بيجي لي وبيديني او بياخد مني؟ لا دي حاجه ثانيه برضه بتبقى رؤيه بس اسمها دلاله رؤيه الميت، ان الميت جاي بيديني بتبقى فيها بشاره ان فيه خير جاي لي من الله سبحانه وتعالى بيرسله لي على ده، ان هو حاجه جاي لي من العدم من لا حول ولا قوه لي. طب لو هو عايز، لو هو لو المتوفي طلب منك شيء اكل او شرب، هي دي النقطه الاولانيه اللي هي حته دي رؤيه الميت الحق. لما يطلب اكل او شرب يبقى عايز صدقه او في حاجه عليه في الدنيا دي. في واقعه حصلت يعني احد الناس قريبنا حد جاله في المنام مامته قالت له انا متضايقه وبتاع، فراح شاف المقبره بتاعتها لقى فعلا في تسريب ميه واقع على المقبره الله. وبتاع وراح حفر مقبره تانية ونقلها. فاحيانا فعلا المتوفى بيبقى عايز منك حاجه، عايز حاجه متصله بيه هو، متصل بيه مش هو. متصله بحالك الدنيا بالزبط. دي الرؤيه الحق. بيبقى تعبان مش هيجي يقول لك معلش هو الميت لحد دلوقتي لم يحاسب، لم يدخل الجنه او النار، هو راى عمله او كان قبره شكله ايه لكن ما عرفش هو هيخش الجنه او النار، فمش هيجي الميت مثلا يقول لك انا لابس ابيض او لابس اسود، مفيش الكلام ده. اغرب حلم بقى يا استاذه سويبه، اغرب حلم حضرتك فسرتيه او شفتيه في حياتك كلها وحسيتي بقى ان هو ده يعني لازم يتحقق يعني مثلا بجد او كان صعب جدا كده يعني؟ هو بالنسبه للاحلام الغريبه البنات صراحه على الجروب عندي بيحطوا كميه احلام كتيره. بتتصرفي ازاي مع الاحلام دي كلها؟ لا البنات بيحلموا كل شيء على فكره. اه والله يعني احلامهم كتير. يمكن اكتر حلم مش غريب، اكتر حلم كان ضايقني معانا دقيقتين في الفقره دي خلي بالك. حاضر. ضايقني بجد حقيقي وكان مزعج وخلاني اخدت قرار قاسي شويه. واحده فسرت لها حلم كان معنى الحلم ان هي تجهض، فاصرت عليها ان الحلم سيء، قالت لي لا فسريه. فسرته كان بقالها فتره احلى يعني حلمت. فسريه يعني فسرته لها، اتصلت بيه البنت الساعه 6 الصبح وقالت لي انا سقطت. وكان اتصل بيه كانت بتكلمني اصلا الساعه 7 المغرب، فكان لي وقع على نفسي كان وقع حزين جدا. من ساعتها اخذت قرار لو اللي قدامي ده يعني الله يعافي الجميع مات قدامي انا مش هفسر له الحلم، خصوصا لما يكون يعني الحلم سيء. الحلم مش حلو. ايوه ايوه بالظبط كده، مش عشان تشاؤم، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه بشروا ولا تنفروا. صح. انا القى عليها لي حاجه وبعدين الرؤيه على قدم يعني طير نفسي فيها اصلا يعني لا القدم على طير تقع باول تفسير من لها. الاحلام من الاحلام وتوصيل تفسير الاحلام ومع ضيفتنا الجميله الاستاذه سويبه صابر الى الفن التشكيلي وايضا بعنوان احلام ملونه. خلونا نطلع نتفرج على تقرير، وقبل ما نطلع نتفرج على التقرير احنا عندنا رساله ليكم كل يرفعها. بس سويبه كمان عندها رساله بسرعه. سويبه خليك في بيتك. انا عايزه بس رساله من برنامج تأملات إنسانية. اتفضلي كلامك استاذ محمد. اشكر جوزي رضا الحلواني على مجهوده معايا. تعب معانا ده جميل ده مال ده طبعا سامح. واشكر زميلتي وصاحبتي واختي اميره علي ذو الفقار ورشا رفعت، الاثنين فعلا كانوا داعمين ليا الله يبارك لي فيهم ويحفظهم. وشكرا ليكم. شكرا لكم وسام علي مقدمه جميله وكليه العظماء الله يحفظكم. وشكرا لاولادك يا سوالبه. شكرا لكل الزميلات اللي معانا. 17 يوم بصراحه كانوا اسيا ونيروز. اسيا ونيروز بصراحه 17 يوم بتاعك كده دول كنت مقصره معاهم جامد جدا. طيب خلونا نطلع نتفرج على تقرير عن معرض الفنانه التشكيليه نشوى عمران. والمعرض بيتناول الحرف المصرية الأصيلة والحاجات دي، نرجع للأصالة. والمعرض بعنوان أحلام ملونة وانتظرونا بعد الفاصل. الفن التشكيلي فن من الفنون اللي بيعبر بيها الفنان عن مشاعره وأفكاره. والنهاردة احنا موجودين في معرض أحلام ملونة مع الفنانة نشوى عمران. الفنانه نشوى عمران اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه مبارك لك على المعرض المتميز ده، وكنا حابين حضرتك في البدايه تعرفينا بنبذه مختصره عن المعرض. احلام ملونه هي استعاره مكنيه اخترتها لأهداف متباينة. كل واحد في المعرض ليه قصة وليه فكر غير التاني. اللي بتخيط ابيسون أحلامها وأفكارها غير اللي بينفخ الإزاز، غير الست اللي بتخبز العيش،
غير الخراط غير الطرابيشي، كل واحد فكر وثقافة وفكر وحلم مختلف عن التاني. أي حد بيتقن فن ويعمل فن قرب يبقى مش موجود. يعني اللي بتخيط إبسون زمان كانت الستات بتقعد تخيط إبسون، دلوقتي ما بقوش يخيطوا الكلام ده، دلوقتي بيجيب جاهز. اللي بينفخ الإزاز بقى حاجة سياحية، نفس الشيء اللي بيعمل الخراطة بقى في مكان بيتجاب جاهز. الحاجات اللي هي قربت تبقى مش موجودة يعني طرابيشي، الحاجات اللي الناس دي واقعية وموجودة ورسمة مباشر بألوان زيت وبرسمها بطريقة بفرشتي بطريقة بأسلوبي. أقرب صورة حضرتك سنتيها وقريبة منها؟ وأنا بحبهم كلهم، بس يعني في كتير، يعني في صنع الزجاج، في الخراط. ونورتوني وسعيدة جدا بتشرفكم كلكم بصراحة.